السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مهندس اسلام فوزي، والنهارده ان شاء الله هنكمل كورس الاوتوميشن بتاعنا. والنهارده عندنا محاضرة عن ازاي تفحص موتور او محرك لو بيفصل معاك اوفرلود. فطبعا المشكلة دي من اكتر المشاكل اللي بنقابلها في المصانع وفي الماكينات اللي شغالة فيها مواتير ومحركات. هتلاقي ان معظم المشاكل الموتور بيفصل اوفرلود. طيب عايز توصل للحل هتعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الموتور عشان يشتغل كويس لازم يكون الجهد الكهربي او الفولت يعني اللي جاي له مظبوط، تمام. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنشوف منبع الكهرباء التغذية اللي جاي. يعني ايه؟ يعني انا هنا مثلا عندي اهو، ادي هنا موتور بيشغل مضخة. الموتور ده عشان يشتغل بيبقى عندي الدايرة بتاعته اهي، السيركت بريكر 3 بول او 3 فيز. بعد كده بيخش على الكونتاكتور، والكونتاكتور بيطلع منه على الاوفرلود ريلي، تمام. والاوفرلود ريلي بيطلع على الموتور، هو اللي بيشغل الكهرباء بتطلع منه بتشغل الموتور. طبعا ده بيبقى مظبوط هنا في تظبيطه للتيار بطريقه معينه، ان انا بظبط التيار اللي هو اللي الموتور هيفصل عنده لو تعدى قيمه التيار ده. فبالتالي لما هناخد هنمشي مع بعض تدريجيا وهنشرح الكلام ده كله، تمام. يبقى انا اول حاجه عندي هنا دايره اهي، بشوف هنا بيقول لك شوف الجهد بتاع اللي جاي فوق من المنبع من التغذية بتاعتك اللي داخل على السيركت بريكر. يبقى اللي جايلك من بره اللوحة داخل على السيركت بريكر ياخد مثلا هنا 380 ايه، 380 فولت 3 ايه 3 فيز، فاتأكد منه. طبعا هبص على اللوحة البليتا بتاعت المحرك، بيبقى فيه لوحة بليتا بتاعت المحرك شوفها دلوقتي، ودي بتبقى بتسأل عليها ان المحرك ده شغال كام فولت، وليكن مثلا 380 فولت زي ما احنا قلنا. وكمان التوصيله بتاعته ستار ولا ايه ولا. طبعا احنا خدنا قبل كده واتكلمنا على موضوع التوصيل ستار ودلتا دوت، وعملنا شرح لمحاضرات قبل كده عن الموضوع دوت، فياريت ترجعوا تتفرجوا عليها عشان تفهموا ازاي عملنا ستار دلتا وعملنا الدايره بتاعتها على البرنامج الاوتوميشن ستوديو، وشرحنا ازاي تعمل الكنترول بتاعها. طيب هتدخل على اللوحه بتاعتك، عندك زي ما احنا قلنا هنا ادي القاطع بتاعك، السيركت بريكر، الكونتاكتور، الاوفرلود. هنشوف القاطع بتاعك، شوف الكونتاكتور، شوف الاوفرلود، تتاكد ان الكهرباء بتخرج من الكونتاكتور 3 فاز مظبوطه 380. يعني احنا قلنا هنا الكهرباء هتدخل من السيركت بريكر، هتعدي معمل اون سيرك، هتعدي اللي هي الخطوط الحمراء دي، طبعا دول تلاتة فاز ونيوترال. هتيجي هنا هتعدي تروح للكونتاكتور، كونتاكتور طبعا هنا لما يشتغل عند طرف اي ون و اي تو لما يشتغل، تمام. يعني الطرفين بتوع الكويل بتوع الكونتاكتور دول بيبدأ يلقط، يعدي الكهرباء اللي هي بالاحمر دي يعديها تحتي وتديها للاوفرلود، تمام كده. فانا عايز اتاكد الاول بالفولتميتر من هنا، اقيس التلاتة فاز بتوعي واعمل اون للسويتشات، اتاكد منها اللي هي اون، وبعد كده اقيس التلاتة فاز اللي هم عدوا هنا. ولما اشغل الكنترول بتاعي والكونتاكتور يشد معايا، يعني جت كهرباء على الكويلز بتاعت الريلي، الكونتاكتور يبدا يشد معايا عن طريق المغناطيس، ويبدا الثلاث اطراف دول يوصلوا تحت الاوفرلود. فانا هبدا اقيسهم فين؟ هقيسهم على الثلاث ثلاث مسامير دول، اللي هو الخارج بتاع الاوفرلود اللي هو رايح للموتور، المفروض هنا الموتور يشتغل. يبقى انا هشوف كده الكهرباء اللي خارجه من الايه الكونتاكتور 3 فاز، وممكن ما تكونش خد بالك واصله على طول هنا، ممكن يكون واصله على ترامل، بيبقى في ترامل طبعا عارفينها اللي بتوصل في اللوحه بتاعتي بتاعت لوحه الكنترول. ممكن يبقى الكونتاكتور اللي خارج منه راح على الترامل بتاعت اللوحه، ومن الترامل رايح يغذي فاز، والترامل هي اللي بتغذي ايه المحرك. يعني ممكن مش زي هنا، مش زي هنا
عندي هنا ده من الاوفرلود على طول للايه للموتور. ممكن لا ممكن يبقى في دي راحة على الاوفرلود ده بيطلع على ترامل، والترامل هي اللي بتتجمع معاها الكهرباء، السلوك اللي جاية منين من الموتور بيتجمع في الترامل دي. فتتأكد ان الفولتية واصلة للترامل اللي هي 380 فولت، واصلة كويس، واصلة الاوفرلود وخارجة منه زي ما احنا قلنا، ورا حوالين للموتور. طيب اتأكدت من كل ده وان الكود مظبوط، بس لسه الموتور ما تشتغلش. طيب كده انا بتأكد من ايه؟ من الجهد. طب عايز اتأكد من الامبير وضعه ايه كمان. طبعا هنا يبقى انا هشغل الموتور بتاعي وعندي الكلام بامبير، بفتح البنسة بتاعته او بفتح المشبك بتاعه واحطه حوالين الكابل واقيس الكهربا بالظبط، الامبير اللي ايه اللي ماشي في السلوك او في السلك بتاع اللي رايح للايه للموتور، واشوف الامبير بتاعه مظبوط قد ايه. طب خد بالك من حاجة، لو انت وصلت الموتور، لو يعني الموتور اشتغل وجيت تقيس الفولت على اطراف الموتور، احنا خدنا احنا عارفين ان بيبقى فيه الروزيتا بتاعة الموتور، بيبقى لا اما اللي فيها المسامير اللي هي بتوصل عليها الكابلات، يعني هنا دي الكابلات دي رايحة على الروزيتا اللي هي اللي فوق دي، هنا في الحتة دي كده بيبقى فيه الروزيتا اللي بيبقى داخل عليها الكابلات دي، التلات كابلات دول. فانت هتقيس عليها الفولت هنا لما يشتغل. ممكن خد بالك الفولت هنا يضعف، يمكن الجهد هنا ايه الجهد يضعف مع الحمل، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الامبير هيزيد ويعمل اوفرلود. تمام كده تمام. وده هيحصل برضو لو انت ايه شغلت، يعني شغلت على هو الموتور المفروض بيشتغل على 380 فولت وانت اديته مثلا 220، هيحصل نفس الحكاية، هيحصل الامبير هيزيد وهيحصل اوفرلود. تمام. طب لو لقيت الجهد ثابت والامبير بيزيد، يعني الجهد ثابت والامبير بيزيد، ايه اللي هيحصل؟ هتتأكد من نقط التلامس للكونتاكتور، وكمان نقص تلامس القاطع والاوفرلود، يمكن في تهريب. يعني هتشوف الايه هتشوف هنا في مسامير، هتأكد ان الكابلات واصلة كويس في المسامير بتاعتها، مفيش لوز، وان الكابلات مش ايه مش مهوية او حاجة، وتتأكد منها في الاطراف اللي خارجة من القاطع واللي راحة على، والمسامير برضو اللي هنا اللي بتثبت فيها السلوك في الكونتاكتور، وتثبيت الاوفرلود في الكونتاكتور، وهكذا تثبيت السلوك اللي راح على روزيتة تجميع الموتور في الاوفرلود. ممكن يكون في تهريب او حاجة مخلي الامبير يزيد. طيب لو النقط تمام ومفيش تهريب لكن النقط تلامس، نعمل ايه؟ تيجي بقى للمرحلة التانية اللي هي موضوع الاسلاك. يبقى احنا ايه هنشوف موضوع الاسلاك، دي المرحلة التانية. يبقى احنا اول حاجة اللي هو شفنا منبع التغذية، وشفنا الفولتية اللي ايه اللي ماشية ازاي، وايه وصل وقسناها لغاية الموتور. نشوف موضوع الاسلاك. تراجع على الاسلاك من اول القاطع لنهاية المحرك، يعني عندك من اول القاطع فوق، من اول الكهرباء اللي جاية لايه تمشي مع الاسلاك لغاية ما تروح للموتور بتاعك، تراجع عليها وانها سليمة ومتربطة كويس. ممكن يكون في مشكلة في عزل السلك، السلك مش معزول كويس. برضو تتأكد من حاجة مهمة وهي مساحة مقطع السلك، مساحة مقطع السلك تمام تكون محسوبة كويس، سواء امبير او مسافة الكابل تمام، عشان لو قطر الكابل صغير وغير مناسب هيعمل جهد مفقود عالي، هي يعني هيبقى في فرق فهد فقد في الجهد، هيعمل فقد في الجهد، وبالتالي انخفاض جهد التغذية وارتفاع الامبير وفصل الاوفرلود. يبقى لما جهد التغذية يقل الامبير ايه هيرتفع ويفصل معاك اوفرلود. ليه بقى هيفصل معاك اوفرلود؟ لان هنا انت عندك هنا ادي الاوفر زي ما احنا الاوفرلود بتاعي بيبقى بظبط الامبير بتاعي من هنا، يعني مثلا لو الموتور بيشتغل انا عايزه هنا مظبوط هنا مثلا عند 9 امبير، فالمفروض هو بعد زمن معين هيفصل، لو فضل ماشي في التيار 9 امبير هتلاقيه
يفصل يفصل. يعني ايه؟ هلاقي هنا عندي النقطة نورمالي كلوزد والنور نقطة نورمالي اوبن. اولا دي هتتعكس، يعني النورمالي كلوزد هتبقى نورمالي اوبن والنورمالي اوبن هتبقى نورمالي كلوزد، تمام. وهلاقي الكهرباء مش جاية لي هنا على الايه، يعني قطع التوصيلية بتاعة الكهرباء ان هي تعدي فيه كده. الكهرباء التلاتة فاز دول مش هيعدوا لتحت، تمام. حتى لو جينا بصينا هنا، هلاقي ان هو واخد نقطة تشغيل الكونتاكتور من النقطة النورمالي كلوز، بحيث لما يحصل تريب، تمام، لما يحصل هنا النقطة النورمالي كلوز دي تفتح، فايه اللي يحصل؟ بالتالي كونتاكتور هيفصل، فمفيش كهرباء هتعدي تروح للموتور، تمام كده. لو كله تمام والسلوك تمام، يعني التغذية تمام والسلك تمام، يبقى اخش على المرحلة التالتة وهي المحرك. يبقى كانت عندي اول مرحلة اللي هي ايه، قلنا اللي هي منبع التغذية، تمام. دي اول مرحلة بالنسبة لي، تمام. عندي قلنا بعد كده الاسلاك، تمام. واخر حاجة هنشوف بقى موضوع الموتور نفسه، المحرك او ايه الموتور. هسمع صوت الموتور، يمكن فيه رمان بلي، فيه مشكلة فيه. طيب انا عندي، خد بالك هنا في حمل اهو واصل على الموتور. خد بالك هنا ده المضخة دي واصلة، واصلة الشفط بتاعها او العمود الدوران بتاعها واصل على عمود دوران الموتور. فلما الموتور يشتغل، لو في مشكلة في المضخة ميكانيكية، لو في مشكلة في المضخة ميكانيكية، بالتالي هيعمل حمل جامد على لف الموتور، فبالتالي هيسحب امبير زيادة. فلو انا عايز اتأكد افصل النقطة الصفراء دي اللي هي نقطة التوصيل بين العمود بتاع الدوران بتاع المضخة وبين عمود دوران الموتور، اللي هو هنا بيقول لك ايه، حاول افصل الحمل عن المحرك عشان تحدد المشكلة فين، المشكلة في الموتور ولا في الحمل نفسه اللي هو مثلا زي المضخة في الحالة بتاعتنا. المفروض لو فصلت الحمل واشتغل المحرك يقرأ تلت الامبير بدون حمل. يعني هو مثلا شغال، المفروض مثلا هنا زي ما احنا هنشوف هنا، احنا كان الاوفرلود مظبوط على 9، يعني هيبقى تلت. المفروض لما اشيء افصله اشتغل المضخة يبقى التلت، يبقى 9 على 3، يبقى هيقرا معايا 3 امبير في الحالة دي. طب لو في الحالة دي انا فاصل الحمل والمحرك برضو اشتغل لوحده والموتور اشتغل من غير حمل اهو وقرا امبير زيادة، يبقى كده في مشكلة في الموتور نفسه، اما بقى له اما بقى ملفات محرك مش مظبوطة، العزل بتاع الملفات مش تمام، هكذا. طيب ازاي هفصل الحمل عن المحرك؟ زي ما احنا قلنا عايز افصل ايه، الاوفرلود دوت، زي ما احنا قلنا عايز افصل المضخة عن الموتور مثلا. لو في سير هفصله، يعني سير زي ما احنا قلنا موتور مثلا بيشغل سير، فهفصل هفصل الشفت او هفصل عمود الدوران بتاع الموتور عن الحمل بتاعه اللي هو السير. لو في جنزير هفصله. طبعا بعض التطبيقات بيبقى فيها صعوبة عشان بتبقى متوصلة في جير بوكس اللي هو صندوق تروس. بعد الفصل قلنا هحدد المشكلة في المحرك ولا في الحمل. لو الحمل يبقى افحص ايه ميكانيكيا كويس، وخاصة لو ايه تروس فاشوف الزيت بتاعها عايزة زيت الكلام ده كله. طب لو المحرك سليم والاسلاك سليمة والحمل تمام، يبقى هتفحص الاوفرلود نفسه، بيفحص الاوفرلود نفسه. طب هفحص الاوفرلود نفسه ازاي؟ هنشوف دلوقتي. ادي الاوفرلود بتاعي اهو، بجيب الفولتميتر بتاعي بظبطه على وضع البازر او التون، هقيس كل نقطة قصاد اللي قدامها، يعني النقطة التانية دي هقيسها مع المسمار التاني، النقطة الاولانية مع المسمار الاولاني، والنقطة التالتة دي مع المسمار التالت. المفروض تدي بازر معايا وتون، لو هو مفيش فيه مشكلة والدنيا تمام ومفيش تريب، يقرا معايا 0 اوم، يعني سلك، يعتبر سلك ماشي مفيش فيه اي قطع ولا فيه اي حاجة،
ده اول قياس. تاني قياس طبعا هتأكد من النقط دي اللي هي النورمال اوين اللي هي مفتوحة تمام، والنورمال كلوزد اللي هي نورمال كلوزد زي ما هي تمام، واعمل تيست. ولما بعمل تيست المفروض النقط دي بتتقلب معايا، النورمال كلوزد بتبقى نورمال اوبن والنورمال اوبن تبقى نورمال كلوزد. كده انا اتاكدت ان الايه، كده انا اتاكدت من من الاوفرلود بتاعي ان هو تمام طبعا، واتاكد ان انه مظبوط تمام على الامبير المسجل على امبير المحرك. طبعا احنا عندنا الموتور زي ما احنا قلنا بيبقى فيه البليده بتاعته اللي هي اللوحة بتاعت الموتور اللي مكتوب فيها بيانات الموتور اللي هو شغال كام فولت، اللي هو بيشتغل ستار عند ستار ودلتا عند فولت كذا وفولت كذا، اللي هو مثلا 220 و380، اللي هو بالامبير بتاعه الريتد كارنت بتاعه قد ايه، كل ده بيبقى متسجل على البليتة بتاعت الموتور. لو الضبط بتاعه كويس وزو القياس بتاعه كده، لو القياس بتاعه برضو كويس يبقى كده في مشكله في الاوفر نفسه، يبقى ايه، يبقى اغير الاوفرلود. يبقى انا محتاج كده اغير ايه الاوفرلود. ان شاء الله المره الجايه، ان شاء الله المحاضره الجايه تابعونا هنكمل ازاي تظبط التيار بتاع الاوفرلود. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.